موضوع السمك في المغرب موضوع ضخم وحساس، ومن أي زاوية تعرضنا له فسيثير الجدل. فإذا قلنا قطاع مهم دائما هناك من سيثير الأهمية بالنسبة لمن؟ هل للمغاربة أصحاب 3500 كيلومتر من الشواطئ وبها مصايد هامة، أم للأجانب مستغليها عبر اتفاقيات أحيانا يشوبها طابع ضغوط متنوعة؟ بل هناك من يمشي أبعد من ذلك ويقول أهمية المغاربة عن أي مغاربة نتحدث. هل المستغلين الصغار والمتوسطين أم أصحاب رخص أعالي البحار؟ أنا في كل هذا ما يهمني هو توفر السمك بالسوق المغربي وبالذات في المدينة اللي كنعيش فيها، وأن يكون بسعر يراعي القدرة الشرائية اللي هي والأمثالي. أما المواضيع الأخرى بحقها فهي من شأن الساسة والسياسيين، فعندنا حكومة، عندنا وزير الفلاحة، عندنا وزير الخارجية، إذن عندنا ناس، عندنا جهات مسؤولة اللي هي بحقها هي اللي خصها تدبر هذا الموضوع هذا. على أي؟ في إطار الحديث مع جماعة من الصيادة التقليديين تاروا موضوع تربية الأسماك في المغرب، وأن المغرب سيكون بل أصبح مضطرا للجوء إلى تربيتها في أحواض في إطار ما يعرفه بزراعة الأسماك وتأليفها. وأثيرت مسألة الهرمونات وبأن ماشي إيجابية صحة الإنسان وبأن فيها أضرار، أنا بالنسبة لي هاد شي تقال سابقا في الفلاحة ملي تطرح الموضوع ديال الدورة المهجنة، يعني ديك اللي مغيرة جينيا وتقل كثير عن الدجاج الرومي وتقل كثير عن الطماطم وزرعة ديالها، وقيل الكثير في مواضيع متعددة في الهرمونات ديال الأبقار. أنا بالنسبة لي لست متخصصا في البيطرة ولا أمتلك مختبرا للبحث الزراعي والبيطري، فالحمد لله لدينا وزارة ولدينا مختبرات وطنية وعندنا مسؤولين عن الصحة، وبالنسبة لي مرحبا بكل ما هو طبيعي أو اصطناعي. فاللي هو طبيعي راه ما عليه هدرة، واللي هو اصطناعي في الحق راه عندنا المسؤولين راه أمام الخالق راه غادي يتحاسبوا على أداء المهنة ديالهم على الوجه الأكمل. فغنكون معكم صريحا، الحياة تعقدت بواحد الشكل كبير وأصبحنا غير قادرين على تتبع المجريات ديالها. فهناك العمل، هناك الأسرة، هناك متطلبات الحياة اليومية، هناك مشكل النقل، هناك كثرة الفواتير، زيارات العديد من الإدارات، كان بدأوا من المقدم حتى الإدارة الضرائب والمؤسسة البنكية ورعاية أفراد العائلة اللي هو طبعا
لا زال مسؤولا اما عن الاخوه ديالو او الابناء ديالو او الاباء ديالو، كاين اللي باقي يعني عنده حتى المسؤوليه ديال الاجداد ديالو. وما بقالنا غير الحوت حنا نقلبوا فيه واش طبيعي ولا اصطناعي ولا اللي كيهمني هو السعر. السعر يا حبيبي، هنا هي عندي ملاحظة للخبراء ديالنا في التغذية، وغادي نعطي مثال بواحد الدكتور مشهور في المغرب، دكتور الفايد، اللي هو ايضا مثير للجدل، ونطلب منه الله يرحم ليك الوالدين لما نقص شويش من داكشي ديالك واللي هضرتي عليها كيطلع الثمن ديالها، وحتى الهندية عباد الله ولات بالكيلو. السردين كان عقل في الصغر ديالي كان أرخص سمك، ودابا ولا عملة نادرة. علاش؟ لأن فيه الأوميغا 3، ها كيداوي القلب، ها ما كيخليش السرطان، ها ولكن راه كيمرض الجيب، الجيب ديال الفقراء والشعير عباد الله. ولينا كنت نفسه مع البهايم. ها العرسي الفايد لما شهور على الفقراء، راه غير كتغلي عليهم السانوج وحبة الحلاوة وسكين جبير وكل شي غلا. قول السمك مثلا، السمك كيهلك، قول السمك يدير الحساسية، وما تقول لهمش ديالاش، ولكن في نفسك قول ديال الجيب. أنا كيهلك الجيب السي فايد. إخواني اسمحوا لي طولت عليكم، وبالمناسبة كنخبركم أنني بناء على إلحاح مجموعة من تجار كاسابراتا، لأن كنت درت واحد الفيديو على كاسابراتا، ولكن واحد مجموعة ديال التجار عبر تعليقاتهم واللي لم يصل مستوى الإدراك ديالهم إلى أبعاد كلامي، قمت صراحة بحذفه إلى حين. الصور الواردة في هذا الفيديو هي أرضية فقط للدردشة ديالي معكم. مرحبا أصدقائي بتعليقاتكم واقتراحاتكم، وإلى دردشة مقبلة إن شاء الله.